السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل مع بعض شيت الفيس بلين. كنا شغالين في جزء السنجلر بوينت، حلينا مسألتين 8 و6. النهاردة إن شاء الله نحل مسألة 9 و7. بيقول لي a block diagram of control system with nonlinear damming is shown for the system shown in figure B9. مديني أدا البلوك diagram بالشكل ده. في عندي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم كي على اس تربيع، داخل معايا السي الاوبوت هيتفاضل يتضرب في القيمه، قيمه النونلينير اليمنت اللي هنا اللي هو الام، هيتطرح من قيمه الايرور، يبقى هو ده الايه البي. تمام، وده الريفرنس بتاعي اللي هو الار، والاوبوت هو السي. تمام، بروك ذا كاركترستيك اوف ذا لينير اليمنت از ساتش ذات ذا سيجنال ام از زيرو، ان هنا الاوت بتاعي ده بتاع لينير اليمنت هيبقى يا اما زيرو يا اما ليه قيمه اللي هي كي نوت. تمام، في الفتره اللي فيها الايرور من قيمه اكبر من سالب اي نوت واقل من الاي نوت، قيمه الام دي بتساوي كي نوت. غير كده ان كان اكبر من الاي نوت او ان كان اقل من السالب اي نوت، القيمة بتاعت النونلينير إليمنت بتساوي زيرو. تمام، يبقى هو بيعمل دامبنج للإشارة اللي جاية هنا، إشارة الإيرور. قيمة الدامبنج ده زيرو من بعد أكبر من اي نوت وأقل من سالب اي نوت بتساوي زيرو، والقيمة ديت قيمة الإيرور بتساوي الكي نوت في الفترة من سالب اي نوت لإي نوت. تمام، بيقول لي assuming that the system constants، مديني الكي ديت بـ4، الكي نوت بـ1، الاي نوت بتساوي 2/10. المطلوب construct the trajectory in the normalized phase plane when the system is subjected to، ممر الريفرنس بتاعي يبقى يونت ستيب انبوت، ومرة الانبوت يبقى عبارة عن r of t بتساوي نص زائد 1/10 t. تمام، طيب نوعية المسائل اللي زي ديت نحلها ازاي؟ انا واخد بالي هنا في حته النون اليمنت ان هو في كذا ريجون، قبل السالب اي نوت وبعد الاي نوت والفتره بين السالب اي نوت والاي نوت. تمام، يبقى انا هقسم جزء النونير ده لتلاتة ريجون، واشوف الديفرنشال ايكويشن بتاعتي بتساوي ايه، وابدا اطلع بمساعده الاكزيلري ايكويشن اشوف الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي. طيب، يبقى انا اول حاجه قلت هقسم النونلينيارتي لمجموعه من المناطق ونجيب الديفرنشال ايكويشن في كل منطقه، وبعدين هطلع السنجلر بوينت، وبعد كده ارسم التراجكتوري الخاص بناء على شكل الجذور من معادله ايه المساعده. لو بصيت هنا اول حاجه الترانسفير فانكشن دي سي على بي بتساوي كي على اس تربيع. تمام، السي على بي بتساوي كي اس تربيع مضرب طرفين في وسطين، اس تربيع في الاس اللي هي التفاضل السي مرتين، يبقى سي دبل دوت بتساوي الكي في البي. اسمي المعادله رقم 1. طيب عندي الاوبوت او البي ديت بتساوي ايه؟ بتساوي الاي داخله بالموجب ناقص ام سي دوت. تمام، لان السي هنا اتفضلت عن طريق الاس ده، يبقى هنا ايه ده سي دوت وده خارجه ام، ودي علامه الضرب، يبقى الناتج الكلام ده عباره عن ام سي دوت وداخل بالسالب، والاي داخل بالموجب، يبقى البي عباره عن اي ناقص ام سالب دوت ام سي دوت. تمام، طيب هبدا ان انا اعوض عن قيمة البي من معادلة 2 في معادلة 1، يبقى السي دبل دوت بتساوي كي في البي، والبي بتساوي اي ناقص ام سي دوت، تدخل الكي دي جوه يبقى كي اي ناقص كي ام سي دوت. طب هو الايرور اصلا عبارة عن ايه؟ الايرور عبارة عن الار، اهو الار ناقص السي. تمام، طيب الاي بتساوي الار ناقص السي، اول كيس فيهم. اما الدخل بتاعي عباره عن يونت ستيب، هو اولا التراجكت بتاعي هرسم الاي بالنسبه للاي دوت. تمام، هرسم الاي بالنسبه للاي دوت. قلنا الاي الايرور عباره عن الريفرنس ناقص الاوتبوت، منها السي يبقى بتساوي الريفرنس ناقص الايرور. طب انا محتاج هنا ايه؟ محتاج السي دوت والسي دبل دوت اعوض عنهم عن طريق الاي، يبقى انا هفاضل السي مره، يبقى السي دوت بتساوي الريفرنس، طبعا ده يبقى كمان يونت ستيب بتفاضله بزيرو، وتفاضل الاي هو اي دوت وفي سالب هنا، يبقى السي دوت بتساوي سالب اي دوت اللي عوض بها هنا. طب السي دبل دوت السالب زي ما هو، وفاضل ايه كمان مره، يبقى ايه دبل دوت، يبقى هنا مكان السي دبل دوت عباره عن سالب اي
دبل دوت. يبقى انا هعوض عن قيمة السي دوت والسي دبل دوت هنا، يبقى لي ده سالب ايه دبل دوت بيساوي كي ايه، هنا السي دوت بسالب ايه دبل دوت، او اسف السي دوت بيساوي سالب ايه دوت، هتتضرب في السالب اللي بره يبقى موجب كي ام ايه دوت. هتجيب الكلام ده كله في طرف، والطرف التاني يبقى بتساوي زيرو. يبقى المعادلة النهائية عبارة عن ايه دبل دوت زائد كي ام ايه دوت زائد كي ايه. هبدأ اشيل الكي واحط قيمتها، الكي كانت بتساوي 4، يبقى هنا 4 في الاي، وهنا 4 ام اي دوت زائد الاي دبل دوت بتساوي 0. طيب هبدأ بقى اشوف الريجون بتاعتي، هي قيمة الام خارج النون لينير اليمنت ده بيساوي ايه. بقى في عندي 2 ريجون، لو هو من سالب اي دوت الاي دوت بتساوي تمام بتساوي كي نوت، والكي نوت ده مديك قيمتها اهيت بتساوي 1، غير كده بتساوي 0 تمام. يبقى هنقول ان قيمة الام بتساوي كي نوت اللي هي بتساوي 1 في الريجن الاولانية اللي هي بين السالب اي نوت واي نوت، وتساوي 0 غير كده اللي هي اللي قيمة الاي الاي اكبر من الاي نوت، وقيمة الاي اقل من السالب اي نوت. اول حاجة الريجن رقم 1، هبدأ اعوض عن قيمة الام. هقول ان الاي دبل دوت هنا الاي دبل دوت زائد 4 في الام اللي هي بواحد في دوت، يبقى 4 اي دوت زائد ال 4 اي بتساوي 0. طب عشان اجيب السنجلر بوينت تفتكر كنت بعمل ايه من الفيديو اللي فات؟ كنت بحط كل التفاضلات بتساوي 0، يبقى اصبح عندي ان ال 4 اي بتساوي 0 ومنها الاي بتساوي 0، يبقى السنجلر بوينت بتاعتي بتساوي 0 و 0 تمام. لان بيمثل لي ايه، ده بيمثل لي الايرور، وده بيمثل لي الشينج اوف ايرور اللي هو الاي دوت. والاي دوت طبعا كده كده انا بقول كل التفاضلات بتساوي 0، يبقى دايما الواي هيبقى بتساوي 0، لكن انا دايما بشوف قيمه الاكس بتساوي إيه كام. طبعا بعد ما احط التفاضلات بتشوف قيمه الاكس بكام اللي هو الاي، طلع بيساوي 0 و0. بس سنجولار بوينت 0 0 ان هو سيستم لو هيستقر هيستقر عند الايه، عند الاوريجن. طيب الاوكسيلري ايكويشن المعادله المساعده، بشيل كل التفاضل واحط مكانه دلتا، او اسف لامدا، يبقى الاي دبل دوت ده عباره عن لامدا تربيع زائد 4 لامدا زائد 4 بتساوي 0. ما تيجي تحلل المعادله ديت هتطلع لك الروتس بتاعتك سالب 2 وسالب 2 اللي هي لامدا 1 و2 بتساوي سالب 2، يعني الروت بتاعتي واقعه في الليفت هاند سايد. المفروض ان السيستم ستيبل، وكنا بنسمي الكلام ده المره اللي فاتت ستيبل نود تمام، ستيبل نود. كنا بنقول ستيبل فوكس امتى؟ اما كنت بلاقي ان الروتس بتاعتي فيها كومبلكس كونجيجيت روتس تمام، لكن هي البول كلها واقعه او الروتس كلها واقعه على الريال اكس، فبقول ان السيستم او شكل الفيجر ده بقى ستيبل نود، يبدا من أو اي ربع، وفي الربع اللي بعد كده بقوم ايه رايح على الاوريجن على طول، او السنجلر بوينت بتاعتك اين يكون هي. طب الريجن الثانيه، الريجن الثانيه كانت قيمه الام بتساوي 0، يبقى تعوض عن قيمه الام بتساوي 0 هيبقى لك اي دبل دوت زائد 4 اي بتساوي 0 اهو تمام. طيب عشان اجيب السنجلر بوينت احط كل التفاضلات بتساوي 0، يبقى ال 4 اي بتساوي 0 برضه، يبقى الاي بتساوي 0، يبقى السنجلر بوينت بتاعتك برضه في الريجون الثانيه بتساوي 0 و0. طب الاوكسيلري ايكويشن، هشيل كل التفاضلات نفس الكلام واحط ايه مكانها لامدا، يبقى دي لامدا تربيع زائد 4 بتساوي 0، ومن لامدا 1 و2 هتساوي لما تقول للطرف الثاني يبقى سالب 4، لما تاخد الجذر السالب 1 بجي يبقى عندك موجب وسالب 2 مضروبه في الجي اللي هي موجب وسالب جي 2 تمام. يعني الروت سواء على الايماجينري اكس، وكنت بقول الشكل المتوقع في الحاله دي هو سنتر سنجلر بوينت، او بنسمي سنتر ايه فوكس. طيب هبدا بقى عشان نرسم، محتاج الانيشال كونديشن او الانيشال بوينت اللي هبدا من عليها. طالما ما ادانهاش ما اداش ليا، يبقى انا هحسبها. هقول عشان برسم الاي بالنسبه للاي دوت، يبقى انا عايز الاي اوف 0 اللي هي اي عند التايم بتساوي 0، والاي دوت عند التايم بتساوي 0 تمام. هروح لمعادله الايرور اللي هي اي بتساوي ار ناقص سي. الار بتاعك عباره عن واحد في حاله الستيب واحد تمام، واحد ناقص الاوتبوت طبعا في البدايه بقى بتساوي 0، يبقى واحد ناقص 0 بتساوي 0، يبقى الاي اوف 0 بتساوي 0. طب اللي تشينج اوف ايرور الانيشال كونديشن بتاعته عباره عن ايه؟ الاي دوت اوف 0 لما تيجي تفاضل ديت هيبقى الار دوت اوف 0 ناقص سي دوت اوف 0. طب هو اصلا الار اللي هو اليونت ستيب بتفاضله بايه؟ بتساوي 0 اصلا تمام، من غير حتى الانيشال بتاعتي كام. طيب ناقص السي دوت، طب السي دوت اوف 0 بكام في البدايه؟ بتساوي 0، يبقى الاي اوف 0 بتساوي 0، الانيشال بوينت بتاعتك بتساوي 1 و0 تمام.
طيب يبقى انا دلوقتي عندي، خد بالك ان انا ابدا اقسم المناطق بتاعتي فيها الايرور. قيمه الانود لما تروح تبص هنا، قيمه الانود بكام؟ الانود بتساوي 2 من 10، تمام، اللي هي الريجون ديت 2 من 10 وسالب 2 من 10. يبقى الفوكس بتاعك هتحط المحاور ايه وايه دوت، وتحدد خط النقط كده عند 2 من 10 وعند السالب 2 من 10. ليه؟ لان احنا قلنا البلين بتاعي او البورتريت بتاعي هيبقى واخد كذا شكل في كذا ريجون. يعني بنبص بنحلل كده الريجون، بنشوف ممكن تبقى في حته ستيبل، ممكن تبقى في حته ان ستيبل، ممكن تبقى ستيبل نود، تبقى ستيبل فوكس، وهكذا. يبقى انا قسمتهم اهو للثلاث ريجون بتاعتي. يبقى اول ريجون اللي فيها من الاي اكبر من الاي، من السالب اي دوت واقل من الاي دوت، اسف، السالب اي نوت واقل من الاي نوت، كانت ستيبل نوت، تمام، ستيبل نوت. طيب اكبر من كده واقل من كده لقيتها بتساوي عباره عن سنتر. السنتر ده كان ايه؟ كان شكله كان عباره عن دايره. طب الستيبل نود ان هو كان بيجي من اي ربع وايه، وبيحاول يسقط عند السنجلر بوينت بتاعتك او نقطه الاورجن هنا اللي هي 0 و0. طيب انا هبدا من عند الواحد و0 وهرسم. المفروض انك انت قلت في الريجن ده المفروض تبقى عباره عن سنتر، فيبقى واخد شكل الدايره. بعد كده هي بيحاول ان هو كان عايز ان هو يسقط عند الزيرو، لكن لغايه اما وصل، اما خد الكيرف ده بناء على الرسم بتاعك طبعا، وصل عند النقطه دي ما لحقش ان هو ايه، ما خدش اللفه على طول على الزيرو دي، ما وصلش الزيرو على طول. طب دلوقتي دخلت في الريجون رقم 3، رقم 2 دي، تمام، ما ريجون ديت وديت هما نفس الشكل سنتر، فتلاقي برضه واخد شكل الدايره. طب هيجي عند الريجون بتاعت الستيبل نود، لا ده هو كان عايز يسقط عند الزيرو برضه، تمام، وهكذا حتى ان هو هيسقط عند السنجلر بوينت او يستقر عند السنجلر بوينت بتاعتك اللي هي زيرو وزيرو، تمام. طيب كل ده في حاله الانبوت بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن ستيب. هبدأ برضه أشوف في حالة الرامب نفس الكلام، هطلع المعادلات بتاعتي في كل ريجون وأشوف السنجلر بوينت بتاعتي نوعها ايه، بناء على المعادلة المساعدة هطلع الروتس وأشوف الشكل المتوقع بتاعي. طيب أو تاني حاجة، الرامب انبوت الار اف تي كان بيقولي بتساوي نص زائد 1 من 10 تي. نفس الكلام، المعادلة ديت جاهزة هناك في أول مرة اهيت. كنت وصلت ان السي دبل دوت بتساوي كي اي ناقص كي ام سي ايه دوت. هروح اشوف الايرور بيساوي ايه واعوض عن قيمه السي بالاي، والسي دوت برضو هشوفها بتناسب لي ايه بالنسبه للاي دوت، والسي دبل دوت بتناسب لي ايه بالنسبه للاي دبل دوت. طيب هنا الاي بتساوي الار ناقص السي، الريفرنس هنا ما عادش ستيبل، بقى نص زائد 1 من 10 تي ناقص السي. طيب اما اجي اخد الاي دوت، عشان انا هشيل السي دوت واحط مكان، فالمفروض عشان اجيب الاي دوت، عشان اجيب السي دوت لازم افاضل الطرفين دول. هفاضل الاي عباره عن اي دوت، وتفاضل الار، الار عباره عن ايه؟ نص زائد 1 من 10 تي، او فاضل دي مره واحده، تفاضل الاي باي دوت، تفاضل الكلام ده بتساوي زيرو، الواحد من عشره تي تفاضلها بواحد من عشره ناقص السي دوت. هجيب السي دوت في طرف، هيبقى لك 1 من 10 ناقص الاي دوت. هرجع افاضل الكلام ده مره كمان، السي دبل دوت عباره عن ده بتساوي زيرو ناقص الاي دبل دوت. يبقى هشيل كل سي دبل دوت واحط مكانها سالب اي دوت، واشيل السي دوت واحط مكانها 1 من 10 ناقص الاي دوت في المعادله بتاعتنا ديت. هيطلع لك الناتج في النهايه عباره عن ايه؟ اي دبل دوت زائد 4 ام، اي دوت زائد 4 اي بتساوي 4 من 10 ام. هرجع اشوف الريجون بتاعتي، هي الام ديت قيمتها بكام؟ لها قيمتين، يا اما كي نوت يا اما بتساوي 0 كي نوت، في حاله ان الاي اكبر من السالب اي نوت واقل من الاي نوت، غير كده بتساوي 0. يبقى الريجون الاولانيه اللي فيها الاي اكبر من السالب اي نوت واقل من الاي نوت، فيها قيمه الام بتساوي الكي نوت اللي هي بتساوي 1. يبقى اشيل الام واحط مكانها 1 في المعادله السابقه ديت، هيطلع لك الديفرنشال ايكويشن بتاعتي عباره عن اي دبل دوت زائد 4 اي دوت زائد 4 اي بتساوي 4 من 10. بعد كده اجيب السنجلر بوينت احط كل التفاضلات بتساوي 0، هيبقى لك 4 اي دوت بتساوي 4 من 10، ومنها الاي بتساوي 4 من 10 على 4 اللي هي 1 من 10. طيب يبقى اصبح عند السنجلر بوينت بتاعتي عباره عن 1 من 10 و0 اهو، تمام. طيب فاكر انت كنت بقول ايه؟ مكان السنجلر بوينت بتاعتي مهاج 0 0 كنت بعمل شيفت للسنجلر بوينت.
كنت بعملها ازاي الشيفت ده؟ كنت بقول ان اي قيمة قبل ال1 من 10 ديت وليكن هي الواي بتساوي قيمة الايرور، اي قيمة على المحور ده على المحور الاكس ناقص القيمة قيمة السنجلر بتاعتك اللي هي ال1 من 10، يبقى الواي بتساوي ايه ناقص ال1 من 10. طيب هرجع، انا محتاج دلوقتي ان انا طالما هعمل حتة الشيفت ديت يبقى الاي هتتغير لواي، يبقى لازم اجيب برضو الاي دوت والاي دبل دوت بتساوي ايه بالنسبة للواي. يبقى فاضل المعادلة ديت، يبقى الواي بتساوي واي دوت والاي تفاضلها ايه دوت. طب ما اجي فاضل كمان مرة يبقى الواي دبل دوت بتساوي الاي دبل دوت. يبقى تشيل من المعادلة ديت الاي دوت والاي دبل دوت وتعوض عنهم عن طريق الواي، هيطلع لك المعادلة في النهاية بالشكل ده كده، واي دبل دوت زائد 4 واي دوت زائد 4 اي واي بتساوي 0. نفس الكلام هرجع بقى استخدم الاكزوريال ايكويشن بتاعتي، الواي دبل دوت مكانها اللمدا تربيع والواي دوت مكانها اللمدا، يبقى لمدا تربيع زائد 4 لمدا زائد 4 بتساوي 0، يبقى هنا لمدا 1 و2 بيساوي -2. تمام، اللي احنا برضو حلناها في اول مره اللي هي ستيبل نود سنجلر بوينت. هبدأ للريجون رقم 2. طب بالنسبه للريجون 2 اللي فيها الام بتساوي الكينوت، اللي فيها الام بتساوي 0، يعني سيبك من حته الكينوت ده غلط، الام بتساوي 0. تمام، يبقى انا هعوض عن كل ام بتساوي 0 في المعادله بتاعتي، هيبقى لي اي دبل دوت زائد 4 اي بتساوي 0. اما عشان اجيب السنجلر بوينت بحط كل التفاضلات بتساوي 0، منها ال4 اي بتساوي 0 ومنها الاي بتساوي 0، يبقى اصبح السنجلر بوينت بتاعتك عباره عن 0 0 برضه اللي هي الاوريجين. طيب الاوكسيلري ايكويشن بتاعتي ان انا كل اشيل كل برضه التفاضلات واحط مكانها لامدا، يبقى هنا لامدا تربيع زائد ال4 بتساوي 0، منها لامدا 1 و2 بتساوي موجب وسالب جي 2. تمام، يبقى برضو واقع على الايمجينري اكس، يعني سنتر سنجلر بوينت. بعد كده عشان ابدا ارسم هبدا بالانيشال كونديشن. خد بالك ان انا في الستيب هيبقى لها رسمه، اما الانبوت يبقى ستيب ليه رسمه، واما الانبوت يبقى رام ليه رسمه مختلفه، وكل واحده بتحدد الريجون زي ما قلت. يعني ممكن الشكلين مش يشوفوا زي بعض. هي هنا المره دي صدفت ان هو فعلا في الريجون اللي هي فيها الاي اكبر من السالب، اقل من السالب اي دوت واكبر من الاي دوت، اللي هي الريجون التانيه فيها سنتر في الحالتين، وفي الريجون اللي هي من السالب اي نوت للاي نوت ديت عباره عن ايه، عباره عن ستيبل نوت. تمام في الحالتين. بس بقى هنبدأ نشوف الانيشال بوينت في اول واحده كانت تقريبا كام، 1 و0. بالنسبه لتاني مره ديت برضو هروح اشوف الاي اوف 0 بكام والاي دوت اوف 0 بتساوي كام. طب الاي اوف 0 عباره عن الريفرنس اوف 0 ناقص السي اوف 0. طب هو الريفرنس عباره عن نص زائد 1 من 10 اوف تي، عندي ار اوف 0 يعني التايم بتساوي 0، يبقى ده هيروح، يبقى الار اوف 0 بتساوي نص. طيب يبقى هنا نص مكان الار اوف 0 ناقص السي اوف 0، طبعا السي في برضه في البدايه بتساوي 0، يبقى الاي اوف 0 بتساوي نص. طب الاي دوت بتساوي الار دوت اوف 0 ناقص السي دوت اوف 0. طب الار دوت يبقى لازم افضل دي الاول اللي هي عباره عن 1 من 10، يبقى الار دوت عند اي تايم او عند انيشال كونديشن تايم بتساوي 0 ب1 من 10، لان هنا مش بتعتمد على التايم. فالار يبقى الار دوت بتساوي 1 من 10 ناقص السي دوت برضه بتساوي 0. تمام، يبقى هنا الاي دوت بتساوي 1 من 10 والاي بتساوي صفر، بتساوي اسف نص. يبقى الانيشال بوينت بتاعتك عباره عن نص و1 من 10. يبقى انت نفس هتبقى نفس الشكل ده بالظبط. هيبقى نفس الكلام ده بس لما بتبدأ عند 1 و0 هتبدأ عند كام؟ عند نص و1 من 10. تمام، نبدأ نبص على المسألة اللي بعد كده اللي هي مسألة 7. مسألة 7 بيقول لي consider the system shown in figure B7A، الشكل الأولاني ده، the input output characteristic curve of the linear element. النونلينير element بتاعي ده وصفه لي في الشكل B. تمام، determine the step response، يبقى الانبوت بتاعي عبارة عن step، determine the step response behavior and ramp response، وبرضه الانبوت بتاعي مرة step ومرة ramp of the system. let the ramp input ال r of t عبارة عن v of t وفيها ال v بتساوي 4 من 10، يعني ال r of t بتساوي 4 من 10 t، يعني ramp. تمام، constants of the system، ال constant بتاعتي عبارة عن ال t
عبارة اللي هو التايم كونستانت عبارة عن واحد، والكي عبارة عن 4، والاي نوت اللي هي الريجون بتاعت اللي هحددها المناطق بتاعتي، الاي نوت ديت عبارة عن 1 من 10، والاي واحد عبارة عن 2 من 10، وقيمة الام نوت اللي ارتفاع ده عبارة عن 2 من 10. قلت نفس الكلام عشان ابدأ احل المسألة دي، بقسم جزء النونلينير لريجون، وببدأ اشوف شكل الفوكس بتاعتي في كل ايه في كل ريجون عامل ازاي. طيب يبقى بالنسبة للحل، أول حاجة بروح أجيب الترانسفير فانكشن اللي هي السي على الإم ديت عبارة عن كي على اس في تي اس زائد واحد، وأشيل الكي وأحط مكانها 4 والتي ومكانها 1، يبقى أصبح عندي السي على الإم بتساوي 4 على اس تربيع زائد اس، تضرب طرفين في وسطين، اس تربيع في السي معناها السي دبل دوت يعني فاضل السي مرتين، والاس في السي اللي هي تفاضل السي مرة بيساوي 4 ام. تمام. هبدأ أشوف أول حاجة ما الدخل بتاعي يبقى عبارة عن ستيب، يعني الريفرنس بتاعي بيساوي 1. طب الايرور بيساوي الريفرنس ناقص الاوتبوت الار ناقص السي، هفاضل انا طبعا هشيل كل سي وسي دوت وسي دبل دوت واقعد عنهم بالاي، يبقى اما اجي فاضل الكلام ده يبقى تفاضل الريفرنس الار اللي هو الستيب بتساوي 0، تفاضل السي بتساوي سي دوت، وتفاضل الاي بتساوي سالب بتساوي اي دوت، اما تجيبها الطرف الثاني والسي في طرف يبقى السي دوت بتساوي سالب اي دوت. تفاضل الكلام ده كمان مره، السي دبل دوت بتساوي سالب اي دبل دوت، يبقى تشيل السي دوت وتحط مكانها قيمتها سالب اي دوت، وتشيل السي دبل دوت وتحط مكانها سالب اي دبل دوت، في المعادله ديت يبقى يطلع لك في النهايه بالشكل ده كده. تمام. طيب هبدا قلت اشوف الريجون بتاعي. اولا نلاحظ كده ان الاي دوت لها قيمتين او لها جزئين، ان مره الاي دوت اكبر من الزيرو ومره اقل من الزيرو، صح؟ طيب نبص هتبقى واضحة هنا في المسألة. في حالة ان الاي دوت اكبر من الزيرو، فبلاقي ان الاي دوت ممكن تكون تزايدية او تناقصية، يعني بناء على الشكل ده كده مع تغير الاي بلاقي ان الاي دوت ديت ممكن تاخد الشكل ده، تمام، وممكن تاخد الشكل اللي هو تناقصي. تمام. فاحنا ندرس في الحالتين، حالة ان هي تزايدية مرة وتناقصية مرة. في كل مرة هدرس برضو التلاتة ريجون بتوعي دول، او القيمة النونير المنت ايه في الريجونز دي. طيب اول حاجة اما الاي دوت تزايدية هيبقى بالشكل ده كده، هلاقي عندي في كذا ريجون اللي هي الاي الام في حالة الاي اكبر من الاي واحد، تمام، لها شكل اللي بتساوي ام نوت ام نوت، وفي حالة ان هي اقل من السالب اي نوت بتساوي سالب 1 من 10. ليه بقى؟ ليه سالب نوت مش سالب اي واحد؟ بص هنا كده في الشكل، اجي هيك الريجون بتاعتي هنا من اول سالب اي نوت لغاية اي واحد، يبقى تمام. يبقى قيمة الايرور اكبر من اي واحد بتساوي ام نوت، قيمة الايرور اقل من سالب اي نوت، تمام، بيساوي سالب ام نوت، ومن سالب اي نوت لغاية اي واحد بتساوي زيرو. تمام. ده بالنسبة للريجون الاولانية دي، او في حالة ان الاي نوت الاي دوت اسف اكبر من الزيرو او قيمة تزايدية. طيب في حالة التناقص، قيمة في حالة ان الاي نوت تناقصية، بص هنا كده في الحالة ديت هلاقي عندي الحدود بتاعتي اي نوت وسالب اي واحد، تمام، اكبر من الاي نوت بلاقي ان قيمة التشنج اوف ايرور ده عبارة عن ام نوت، او قيمة الام اسف قيمة النونلينير ام تبقى عبارة عن ام نوت. بعد كده اقل من السالب اي واحد بتساوي سالب ام نوت، لكن بين السالب اي واحد وبين الاي نوت بتساوي زيرو، اهو هنا الكلام ده مكتوب اهوت، نفس الكلام هنا من اي نوت لسالب اي واحد بتساوي زيرو، غير كده ديت اكبر من الاي نوت بتساوي ام نوت، واقل من السالب اي واحد بتساوي سالب ام نوت. طيب اول ريجون هنتكلم الاول على التزايديه، في حاله ان الام بتساوي ام نوت بتساوي قيمه الام نوت مديهاني بتساوي 2 من 10، اللي هي فين؟ اللي هي في الحاله ديت، حاله الاي اكبر من الاي واحد. هشيل قيمة الام واحط مكانها قيمة 2 من 10، يبقى الاي دبل دوت زائد الاي دوت زائد 8 من 10 بتساوي زيرو. طبعا هنا عشان اجيب السنجلر بوينت كنت بقول ايه، بحط كل التفاضلات بتساوي زيرو، هلاقي ساعتها ان 8 من 10 بتساوي زيرو، يعني مفيش اصلا سنجلر بوينت، ما عنديش الايرور ليه قيمة،
تمام، يعني مفيش اصلا سنجلر بوينت، يعني السيستم هنا مش هيستقر، يبقى في حاجه اسمها ليميت سايكل. طبعا دكتور حسني شرح لكم الجزئيه دي. طيب عشان اجيب الكلام ده او اجيب الشكل المتوقع، الاكزيلر ايكويشن اللامدا تربيع زائد لامدا بتساوي زيرو، منها لامدا واحد واتنين بتساوي ايه، بتساوي اما تاخد لامدا هنا مشترك يبقى لامدا في افتح قوس لامدا زائد واحد، يبقى اما اللامدا بتساوي زيرو او اللامدا بتساوي سالب واحد. تمام، يبقى نقول كده ان مجازا مجازا ان الروتس بتاعي وقع في الليفت هاند سايد، يبقى هي ستيبل نود. تمام، انا بقول مجازا ليه، عشان في واحد منهم هنا بتساوي الزيرو، فكأن ده هو ده يعتبر حيادي بالنسبه لي. بشوف كل الروتس اللي بعد كده، هل هي واقع على الريال اكس ولا واقع على واخده كومبلكس كونجيجيت بولز في الليفت او في الرايت. لو في الليفت طبعا قلنا لو هم على الريال اكس يبقى ستيبل نود، غير كده في بول على الاقل او روتس على الاقل كومبلكس كونجيجيت، يبقى ساعتها اقول ده ستيبل فوكس. تمام، على اليمين لو على الريال اكس قلنا يبقى ان ستيبل نود. طب في كومبلكس كونجيجيت في الرايت هاند سايد، يبقى ده طبعا ان ستيبل فوكس. طيب هبدأ بقى اشوف الحالة التانية، حالة الام بتساوي زيرو، هتعوض برضو بقى عندك الاي دبل دوت زي الاي دوت بتساوي زيرو، برضو ما فيش سنجلر بوينت. تمام، اما تيجي تجيب الجذور هتبقى صفر وسالب واحد، نفس الكلام يبقى ستيبل نود. الريجن التانية اللي فيها الام بتساوي سالب اتنين من عشرة، اللي هي ديت، بص اللي هي ديت سالب ام نوت، اللي فيها الاي اقل من السالب اي نوت، هعوض يبقى الاي دبل دوت زي الاي دوت ناقص التمانية من عشرة بتساوي زيرو، نفس الكلام مفيش سنجلر بوينت. وبرضو ما تيجي تحلل الكلام ده تبقى لامدا تربيع زائد لامدا بتساوي زيرو، يبقى نفس الكلام لامدا واحد واتنين بتساوي صفر وسالب واحد، يبقى دي برضو ستيبل نوت. طيب هروح على المرحلة التانية اللي فيها الـ A دوت تناقصية، هدرس أول حالة فيهم اللي هي ريجون بي اي، ام بتساوي اتنين من عشرة، برضه هتعوض هتلاقي نو سنجلر بوينت ونفس الكلام ستيبل نود، برضه عند الزيرو هتديك ستيبل نود، وبرضه عند الـ ام بتساوي سالب اتنين من عشرة تبقى ستيبل نود. طيب بالنسبة للشكل بتاعي دلوقتي، قلت طبعا هروح اجيب الانيشال بوينت، كل الكلام ده خد بالك في حالة الستيب انبوت، كل ده في الستيب انبوت، لان هنا اوقات في بداية المسألة قلت لك واحد، حالة الستيب ريسبونس بيهيفير هيبقى بالشكل ده كده، لسه هدرس برضو في حالة الرامب. تمام، طيب قلت عشان ارسم لازم اجيب الانيشال كونديشن بتاعتي. طيب الانيشال كونديشن بتاعتي اللي هي الاي اوف زيرو والاي دوت اوف زيرو، طب الاي بتساوي الار ناقص السي، والريفرنس ده اللي هو الواحد اللي هو الستيب، يبقى الاي اوف زيرو عبارة عن الار اوف زيرو اللي هو اصلا دايما هيبقى بواحد، ناقص السي اوف زيرو طبعا في البداية الاوت بتساوي زيرو، يبقى الاي اوف زيرو بتساوي واحد. طيب الاو دوت، الاي دوت بتساوي الار دوت ناقص السي دوت، طيب هفاضل الواحد بتساوي زيرو، والزيرو طبعا هيبقى زيرو زي ما هو، يبقى الاي دوت اوف زيرو بتساوي زيرو، يبقى الانيشال بوينت بتاعتك هي واحد وزيرو. تمام، هبدأ اقسم الريجون بتاعتي، خد بالك المسألة اللي قبل كده كان هما تلاتة بس، لكن هنا خد بالك هيبقى في تلاتة فوق وتلاتة تحت. تمام، قلت في حالة الاي دوت تزايدية او الاي دوت اكبر من الزيرو هيبقى الجزء اللي فوق ده. تمام، الاي دوت اقل من الزيرو هيبقى الجزء اللي تحت. في حالة الاي دوت اكبر من الزيرو كان عندي ايه، خد بالك كان عندي هنا اهو في حالة التزايد عندي نقطتين اللي هي السالب اي نوت والاي واحد، يبقى اللي هي من عند سالب واحد من عشرة الى اتنين من عشرة. تمام، يبقى النقطتين دول هما سالب واحد من عشرة واتنين من عشرة. تمام، يبقى ده سالب واحد من عشرة واتنين من عشرة، النقطتين دول. طب في حالة التناقصية هتبقى عندك واحد من عشرة وسالب اتنين من عشرة. طيب هبدأ ارسم من عند الريجن بتاعتي اللي هي واحد وزيرو، هي الريجن دي كانت ايه، شوف انا مقسمها ار بي وان ار بي تو ار بي ثري، وديت ار اي وان وار اي تو وار اي ثري. فوق راجع الكلام ده في البي دي اف ما تنزله، هتلاقي فيها الار بي وان ديت كانت ايه، الاول قلنا ان اصلا ما فيش سنجلر بوينت زيرو زيرو او غيره، يعني السيستم اصلا مش هيستقر، يبقى في حاجه اسمها ليميت سايكل، فهتلاقي دايما ده الانيشال كونديشن بتاعك السيستم بيروح، بعد كده بخش في الريجون ديت، بعد كده بيطلع يروح للاي دوت اكبر من زيرو، كله يبقى ستيبل نود، فهتلاقي ان السيستم مش هيستقر، هيقعد يلف، يعني هو خد اللفه دي الاول، بعد كده هنا
بعد كده هنا، بعد كده تالت واحدة دي وقف، مش هيستقر، مش هيدخل بعد كده الزيرو زيرو. ودي طبعا ارسمها وجربها. حتى احنا كاتبين تحت اهوت نو سنجلر بوينت ذا ريسبونس شوز ليميت سايكل ات ستري ستيت، الستري ستيت في ليميت سايكل مفيش، او كانه كده كانه في ستري ستيت ايرور. السيستم اوتبوت اوسيليتس كونتينوس ايدنتيفنتلي، مش هي دايما هيبقى في اوسيليشن ومش هي ايه مفيش في استقرار. طيب بعد كده اما الانبوت بتاعي عباره عن رامب، الرامب مديها لي ار اوف تي بتساوي في اوف تي، وفيها الفي بتساوي 4 من 10. هروح اجيب الار دوت، برضو الار دبل دوت عباره عن 4 من 10، والار دبل دوت بتساوي 0. طيب الاي بتساوي ار ناقص سي، وفيها السي بتساوي الار ناقص اي، هفاضل السي مره يبقى 4 من 10 ناقص اي دوت، وتفاضله مرتين سالب اي دوت. تاخد الكلام ده وتعوض بيه على المعادله اللي احنا اصلا كنا جايبينها في الاول خالص هنا. اللي هي المعادلة دي اي دبل دوت زائد اللي هي السي دبل دوت زائد السي دوت بتساوي 4 ام. يبقى مرة دخلت بيها في الستيب ريسبونس، والمرحلة التانية اللي هي فيها الرامب. هي سي دبل دوت زائد سي دوت بتساوي 4 ام. هشيل السي دبل دوت وحط مكانها قيمتها اللي هي السالب اي دبل دوت زائد السي دوت اللي هي 4 من 10 ناقص الاي دوت بتساوي 4 ام. تجيب الكلام ده كله في طرف، يبقى الاي دبل دوت زائد الاي دوت زائد 4 ام بتساوي ريجن. نفس الكلام كده لو انت طبعا هتعوض عن قيمة الام ديت في الثلاثة ريجن المختلفين. قلنا هنا في حالة التزايدية والتناقصية نو سنجلر بوينت، برضو جربها مفيش هيبقى عندك سنجلر بوينت، لان ودايما تلاقي اللمدة بتساوي صفر وسالب واحد يعني ستيبل نود. هروح عشان ارسم هقول الانيشال بوينت بتاعتي الاي بتساوي ار ناقص سي، الاي اوف زيرو هيساوي الار اوف زيرو ناقص السي اوف زيرو. طب الريفرنس بتاعي اهوت الار عبارة عن رامب، الار اوف زيرو يعني فيها ال في اوف تي اللي هي 4 من 10 في تي، تي بتساوي زيرو، يبقى الار بتساوي زيرو. طب السي، السي في البداية اللي هي السي اوف زيرو بتساوي زيرو، يبقى الاي اوف زيرو بتساوي زيرو. الاي دوت بقى الاي دوت هتروح تبص عليها هنا هتلاقيها 4 من 10. الاي دوت عبارة عن الار دوت اللي هي بتساوي 4 من 10 ناقص السي دوت. تمام. وطالما السي كانت بتساوي زيرو يبقى السي دوت برضه بتساوي زيرو، يبقى الاي دوت اوف زيرو بتساوي 4 من 10. تمام. يبقى الانيشال بتاعتك عبارة عن 0 و 4 من 10، 0 و 4 من 10، 0 و 4 من 10 بتاعتك يعني واقع هنا على ايه، على المحور الاي دوت هنا 0 و 4 من 10، دي الانيشال بتاعتك. قلت برضو في عندي ستيبل نود، طبعا تقسم الريجون بتاعتك فوق وتحت وترسم هتلاقي السيستم برضو مش بيستقر ويبقى شكله النهائي. طبعا ارسم انت الكلام ده في الرسم البياني وشوف الحل النهائي بتاعك. وبكده نكون انتهينا. هيبقى عندك مسألة بس في الشيت دي ان شاء الله سهلة، ولو وقفت مع حد فيكم تبقى تعرفوني. واظن ان اصلا اتخطى تقريبا في المحاضرة، مسألة سهلة يعني. وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي الخاص بآخر شابتر، شابتر خاص بالبنوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.